بحضور أدبي واسع أطلق اتحاد كتاب العرب احتفالاً بمناسبة تشكيل الفريق الشبابي الثقافي السوري، وذلك بالتعاون مع فريق 100 كاتب وكاتبة وفريق كن مبتسماً في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. اتحاد الكتاب العرب في دورته الجديدة كان عنده شيء أساسي، وهو تبني المواهب الشبابية، تبني المواهب الأدبية الشبابية، وبالتالي فقد بادر إلى تأسيس نوادي أدبية في مختلف المحافظات السورية. هذه النوادي الأدبية كانت لمن كان عمره دون 35 عام، وكان لابد أن هذه النوادي جميعا يتشكل منها الفريق الشباب الثقافي السوري. الآن الاتحاد وفي سعيه لتبني هذه المواهب بادر بطباعة ديوان شعري مشترك لأكثر من 30 كاتب وشاعر، وفي العام المقبل سيكون هناك أيضا طباعة لعمل آخر، عمل أدبي آخر سيكون ربما في مجال القصة أو المسرح أو في أي جنس أدبي آخر. اتحاد كتاب العرب يعلن رسميا عن تشكيل الفريق الشبابي الثقافي السوري بالتعاون مع مجموعة من المجموعات الشبابية الأخرى التي ليست هي من النقابات، يعني إنما هي من المجتمع بشكل عام ولكنها نشيطة جدا. هدف اتحاد الكتاب العرب أن يتبنى كل المواهب في سوريا، كل المواهب في كل صنوف المعرفة. في هذه المناسبة يتم توقيع ديوان خاص بالشعراء الشباب تحت عنوان سطور الشعر. الديوان مؤلف من شارك أو بالأحرى شارك به أكثر من 28 شاب. الاتحاد رعى هذا الديوان وهو سيوزع مجانا، وسيتم التوقيع عليه وتوزيع شهادات تقدير للمشاركين. بهذه المناسبة طبعا الشهر التاسع تم الإعلان على عدد من الفعاليات المواكبة لهذه الاحتفالية التي تتوج اليوم بالإعلان الرسمي عن تشكيل الفريق. الاحتفال تضمن عرض فيلم قصير عن دور الشباب ونشاطاتهم الثقافية والأدبية في مختلف المحافظات السورية، إضافة إلى فقرات فنية وتوزيع كتب وتكريم بعض الأدباء وشكرهم على ما قدموه من دعم وتشجيع لمواهب شبابية أدبية وثقافية. حفل توقيع كتاب سطور الشعر، هذا الكتاب يلي تبناه اتحاد كتاب العرب وقدمه كهدية لفريق المئة وكل الفرق الثقافية التطوعية الشبابية، إيمانا من هذا الاتحاد أن الشباب هو حامل المستقبل إن شاء الله. هذا الكتاب انطلق بمناسبة يوم الشباب الثقافي السوري الثاني. بهذا اليوم نحن عملنا أكثر من 15 فعالية بجميع المحافظات، والتوج هذه الفعاليات كلياتها بتوقيع الكتاب. نشاطات، نحن قمنا بعدة نشاطات بعدة محافظات بالتعاون مع الجامعات السورية والمدارس السورية، بالإضافة لجمعيات دور الأيتام والحدائق، لنحن نقدم بصمتنا ونترك أثرنا بقلوب الناس. هذا الفريق اللي قدم لنا الأمل بأن نكمل الشيء اللي بلشنا فيه، بأن نكمل الحلم يلي بلشنا فيه. هذا الفريق يلي عم يدعمنا ويوقف معنا رغم كل صعب عم مر فيه. فريق الشباب الثقافي يشكل أحد عناصر المشهد الثقافي السوري من خلال تبني المواهب الشابة في مختلف المجالات الأدبية، ويشكل صلة وصل في مسيرة الأدب والكتابة.